زيجاد الله. شكرا شهاب على هذه الإطلالة الاقتصادية. حوارنا الأخير مشاهدينا هو كيفية الحفاظ على الطاقة، أو ما هو المقصود بترشيد الطاقة؟ هل هو خفض دعم الطاقة أو خفض الاستهلاك للطاقة أو عدم إهدار الطاقة؟ تساؤلات كثيرة هنسألها ونوجهها لضيفنا الكريم المستشار الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزارة الكهرباء والطاقة وكبير مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا بسيادتك، ولكن اسمح لنا نتابع مع سيادتك ومع الساده المشاهدين هذا التقرير ثم نبدا هذا الحوار، ابقوا معنا مشاهدينا. يطلق وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اليوم الاثنين مبادرة تحت عنوان المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة، والتي دعت اليها بعض الشركات العالمية بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء. ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا بعد إطلاق المبادرة بحضور قيادات الوزارتين وشركات البترول العاملة في السوق. وتأتي المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك من خلال القنوات كثيفة المشاهدة وجميع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إعلانات بالشوارع، وتتحمل تكاليف هذه الحملة شركات البترول الخاصة وبمساهمة بسيطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر. ويشارك في إطلاق المبادرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري وعدد آخر من الشركات الكبرى، وتستهدف المبادرة نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة. وتأتي المبادرة كنوع من المشاركة الاجتماعية في تخطي الأزمة الحالية التي تعاني منها مصر، وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة، من نقص في كميات الوقود التي يتم ضخها لتشغيل محطات الكهرباء، حيث سيتم من خلال هذه الحملة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة في فصل الصيف وحتى نهاية أغسطس المقبل. وأصبحت قضايا الطاقة والكهرباء والدعم بمصر الأشد خطورة على مستقبل مصر والأجيال القادمة، والحل بسيط ولكنه يحتاج إلى سرعة التنفيذ، ويحمل كل مستهلك بقدر استطاعته مع مراعاة البعد الاجتماعي. ويؤكد الخبراء على أنه قد آن الأوان كي يتحمل القادر تكاليف ما يستخدمه من كهرباء ووقود بدون دعم حتى لا ينهار القطاع، وشدد الخبراء على ضرورة قصر الدعم على مستحقيه مع مراعاة البعد الاجتماعي. نرجع مشاهدينا ونفتح أسئلتنا لضيفنا الكريم المستشار إبراهيم العسيري، مستشار وزارة الكهرباء والطاقة وكبير مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صباح الخير. يعني سيادة المستشار، عايزين نبدأ، ما هو المقصود بترشيد الطاقة؟ هل هو خفض دعم الطاقة ولا خفض الاستهلاك أو عدم إهدار الطاقة؟ هو لو عايز مفهوم الترشيد، المفروض احنا نبص له بالمعنى الواسع بتاعه. الترشيد بينساق على ترشيد الاستهلاك، وكمان بالنسبه لترشيد الانتاج. يعني لما نتكلم على ترشيد الاستهلاك، مش معقول انا اكون موجود قاعد في شقه مثلا اربع خمس اوض وعندي اربع خمس اجهزه تكييف وقاعد في اوضه واحده وشغل كل اجهزه تكييف. نعم. وده اسراف، وده منهي عنه في كل الاديان. ابص الاقي كل الشقه تبقى مولعه ويجي لي ضيف النجف تبقى موجود فيها 60 لمبه يبقوا مولعين. يعني احنا عندنا مبدا الاسراف في استخدام الطاقه خطير. احنا شعب مستهلك اصلا بطبعه. لا ومسرف. يعني انا فوجئت مره ان واحد ماسك خرطوم الميه عمال يزق ورقه على الرصيف عشان يوقعها في الشارع. احنا كمان بنشاهد مثلا في الشارع حضرتك عواميد النور بتبقى مولعه بالنهار. لا دي لا قصه ثانيه، دي احكي لك عليها دي. ويعني ونلاقي كمان في الهيئات الحكوميه بيستخدموا السخانات اللي هي بالتنجستين. ممكن هو يكون مستهلك. ترشيد الاستهلاك ده مطلوب جدا. طيب فده اهدار. انتوا عندكم المبادره المصريه لدعم الطاقه، تفاصيل المبادره وتقبلاتها في الشارع المصري. لا بالنسبه للدعم يعني؟ يعني النهارده بتطلق وزاره الكهرباء والطاقه بالتعاون مع بعض الشركات العامله في مجال الطاقه المبادره المصريه لدعم الطاقه، يعني ايه طبيعه المبادره؟ الفكره ان هو ترشيد الدعم يعني. مش معقول انا ابص الاقي الراجل الغلبان اللي مش لاقي ياكل وبيدفع كذا في الكهرباء، وابص الاقي الفنادق والاجانب والسفارات والمصانع المستهلكه الكثيفه للطاقه بتاعتنا تاخد الطاقه بشكل مدعم. طيب
الكلام ده لطيف وجميل جدا، بس ايه الاليات للتنفيذ؟ ما هو في مدارس متنوعه بخفض دعم الطاقه، ان انا اعلي السعر بطريقه نسبيه فالطلب يقل فالناس توفر وما تقبلش. ما اقدرش اعليه على الناس اللي هي مش لاقيه تاكل. طيب ما هو ده المشكله بقى، يعني محدودي الدخل او الفقراء او العايشين. بالنسبه للكروت وبالنسبه لكل واحد بيتشاف، يعني ممكن تتعمل نظام زي الكروت الذكيه اللي بتعمل بالنسبه لحته. هي فندم، هي المشكله مشكله وعي لدى المواطنين ولا مشكله متعلقه باليات تنفيذ وتطبيق القانون؟ لا هي الاثنين. يعني الوعي على سنه، عشان انا ارشد اسلاكي في البيت تمام او في مبنى حكومي، ما فيش داعي اولع اشيل لمبه وانا قاعد في مكتب بشتغل. ممكن اعمل اباجوره مثلا زي ما بس. طب حضرتك مشكله الكهرباء دي جت ليه؟ يعني احنا حسينا بس فيها الفتره ديت، يعني وعلى مدار الثلاث سنين، هل زي ما في احتياطي نقدي، هل في احتياطي للطاقه واحنا استهلكناه خلال الفتره اللي فاتت؟ اقول لك القصه كلها، ان كان محطوط خطه من وقت السادات ان نبتدي نمشي في المجالات المحطات النوويه. لان اي دوله فين في العالم، المحطات النوويه فين مشروع الضبعه؟ يعني اي دوله في العالم لازم تعتمد على احد او بعض مصادر خمسه، ما فيش غيرهم للطاقه. يا مساقه مائيه، يا طاقه نوويه، يا فحم، يا غاز، يا بترول. نعم. اي دوله في العالم تستخدم مزيج من دول او تستخدم واحده منهم. احنا في مصر يعني لما تلاقي مثلا السويد تلاقي حوالي 50% مساقه مائيه و50% محطات نوويه، ما عندهاش اي حاجه ثانيه. يعني في دول احنا في مصر يا فندم اعتمدنا الاساسي حاليا على ايه؟ احنا اعتمدنا الاساسي دلوقتي بقى على الغاز الطبيعي. وضحكوا علينا زمان وقالوا لنا عندكم غاز طبيعي رصيد يكفيكم 300 400 سنه قدام. فبلاش تشتغلوا على المجالات الثانيه. احنا صدرنا الغاز الطبيعي وهنعيد تصديره واستيراده مره دلوقتي ثانية. قعدنا نصدر بقى الغاز مش عارف باسعار اي كلام وبتاع وكلام ده، ودلوقتي ما عندناش غاز، ما عندناش رصيد غاز، بنستورد غاز. وما فيش موارد لاستورد الغاز. طب يا فندم، هو فكر وزاره الكهرباء خلال المرحله القادمه عندهم خطه ولا اصلا شغالين كده يعني؟ لا، ما الخطه موجوده. طب وفين اليات التنفيذ؟ يعني هل مصر ما كانتش عامله حسابها مثلا مشكله زي دي مع النمو السكاني و لا، ما النمو السكاني معمول حسابه. المفروض احنا كل سنه محتاجين 3000 ميجا زياده. طب فين محطات الكهرباء؟ 3000 ميجا زياده كل سنه عشان التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وزياده السكان وبتاع وكده. بس المشكله دلوقتي البلد ثلاث سنين شبه وقاعين، مفيش موارد. طب حضرتك في مشروع يعني في محطات كهرباء مش قادرين يشغلها بكامل طاقتها، لان مفيش غاز كفايه. البترول عشان يستورد عايز. طب موارد. ايه البديل عن الغاز ان المحطات دي ممكن انها تشتغل، او ان احنا ننشئ محطات جديده؟ يعني في خلال فتره قد ايه؟ هل فتره الانشاء 6 سنين؟ لا لا، اقل من 6 سنين. هي القضيه كلها بس التكلفه نفسها ضخمه جدا. لازم والبديل عن لا الغاز اكلمك انا فيها. يعني المفروض في شقين، في شق اللي هو الحل السريع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ترشيد الطاقه. يعني ما فيش يعني احط لمبه مثلا 100 واط وعندي لمبات دلوقتي تديني نفس الاضاءه و4 واط. يعني دي من ضمن الحاجات. ما فيش يعني اشغل التكييف عند 18 درجه، انا في الشتاء 18 درجه بارتعش، اجي في الصيف اشغل التكييف على 18، بشغله على 22. يعني الاربع درجات دول يوفروا جامد في الطاقه. فالأندية والإعلانات اللي في الشوارع والمساجد والكنائس والمباني الحكومية وكل حد ممكن أحط طاقة شمسية على الأسطح وتديني الكهرباء مباشرة. أيوة فندم، بس اسمح لي زي نوعية الأجهزة يعني زي أنا ملاحظ إن الوزارة يعني حاطة كل الآليات للحل على ترشيد الطاقة وعلى المواطن، لكن هو في أي مؤسسة أو في أي دولة بيكون في خطط واقعية قبل للتنفيذ لدى كل الوزارات؟ يعني وزارة الكهرباء يعني مع ترشيد الطاقة وأنا متفق مع سيادتك في هذا الأمر، لكن إيه الخطة بتاعتها في إنشاء محطات جديدة، في إعادة هيكلة المحطات القائمة؟ قلت يعني في السويد في محطات نووية. استراتيجية سريعة والاستراتيجية الثانية اللي هي على 5 سنين أو حاجة كده. الاستراتيجيات الثانية إن إحنا لابد من الدخول في مجال الطاقة النووية. يعني في ناس كتير. طب احنا كان عندنا مشروع الضبعه وكنا ماشيين فيه كويس. ما زلنا فيه، بس اين وصل هذا المشروع؟ تصدير قرار. يعني المواصفات دلوقتي محطوطه، المواصفات جاهزه، كل اللي بنعمله ان كل يومين ثلاثه الساعه يمسح التراب اللي عليها، بس هي جاهزه دلوقتي خلاص. طيب انا بس عايز ارجع مع سيادتك، مستنيها قرار عشان الطرح.